السلام عليكم أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في تغطيتنا عن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، واللي كان العنوان الأبرز ليها إنها دولة حقوق الإنسان. لا شك إن دولة 30 من يونيو كفل دستورها الصادر في عام 2014 حق المواطن في عيش حياة كريمة تكفل له الحق في التعليم، المسكن، الصحة وغيرها من الحقوق، وأهمها طبعا الحياة الآمنة. احنا حريصين على حقوق الانسان في مصر، انا حريص على اقامه دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه في مصر. ما نجحش الإصلاح الاقتصادي ده إلا بكنتم، بكل بيت في مصر، بكل أسرة مصرية، اللي قدم أي مكان اللي قدمه، واللي عانى أي مكانة معاناته. لكن في النهاية البرنامج ده ما نجحش إلا بالمصريين. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. خلال 10 سنوات قطع ملف حقوق الإنسان شوط غير مسبوق من خلال إطار تشريعي يحمي ويصون الحريات. العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تعنى بتوفير حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السواء. المزيد في سياق التقرير التالي. وفر دستور عام 2014 نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان، وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة. القيادة السياسية المصرية تبنت رؤية شاملة لحقوق الإنسان، وهي رؤية التي تمت صياغتها والتعبير عنها من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. إن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات. فعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في التجمعات والقرى الأكثر احتياجا بما تقدمه من خدمات لنحو 58 مليون مصري، حيث تستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، وتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية 2030. وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية، اعتمدت الدولة فلسفة عقابية جديدة تتحول بموجبها السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل شكلا وموضوعا، تستهدف تقويم سلوكيات النزلاء بها وإعادتهم إلى السلوك السوي الذي يجعل منهم إضافة إلى المجتمع لا عبء عليه. تعاملت المراكز ذات، وابتدينا نخش نقول إن إحنا هنغير حتى في الاسم، مش هنسميه ايه؟ مش
سجن. مش هنسميه سجن تاني، هنسميه مركز إصلاح وتغيير، حتى يعني الصورة الذهنية اللي موجودة في المجتمع عن السجن تتغير. ثم جوه مركز إصلاح دي نعمل بقى برامج أخرى مختلفة خالص، من أول مبيت الناس لأكلها بطريقة التعامل معها. وإيماناً بأهمية توظيف كل قدرات وطاقات المجتمع، فقد تم إقرار قانون ينظم العمل الأهلي، وهو القانون الذي يوفر لمختلف مكونات المجتمع المدني إطاراً للعمل والتعاون مع الجهود الحكومية في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، بما يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية على مختلف الأصعدة. هذا ولم تغفل الدولة المصرية عن إيلاء رعاية خاصة لفئات مجتمعية كان لا يتم الالتفاف إليها في السابق، حيث تم إطلاق مبادرات ومشروعات قومية لصالح هذه الفئات، ومنها تمكين المرأة وتفعيل لجان حماية الطفولة وكفالة حقوق أصحاب الإعاقات وكبار السن. مزيد بينضم لنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور. برحب بحضرتك أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة ثورة 30 يونيو. كل سنة حضرتك طيب وكل المصريين بخير وسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة 30 يونيو اليوم التاريخي الفارق في حياة مصر والمصريين بل والمنطقة كلها. 10 سنين على 30 يونيو، ما الذي تحقق في ترسيخ حقوق الإنسان لدى المواطن المصري؟ وبرأي حضرتك ما هي الخطوات الأبرز التي اتخذتها الدولة في هذا السياق؟ خليني أقول لك طبعا يعني يمكن هبدأ بداية مختلفة شوية، لأنه أهم في رأيي أهم أساس وأهم خطوة في خطوات تأكيد حقوق الإنسان في مصر كانت القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب هو كان أخطر حاجة بتهدد حقوق الإنسان. أهم حق إنسان هو الحق في الحياة، وبالتالي كانت حقوق المصريين في الحياة مهددة، وبالتالي عندما تصديت للإرهاب وقدرت تحمي البلد وتحمي 100 مليون من هذا الخطر، فأنت حميت أهم حق من حقوق الإنسان وهي حقه في الحياة. لكن على مدى 10 سنوات وبدون هذا النجاح في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ما كنتش تقدر تعمل أي خطوة أخرى تمثل خطوات إيجابية في ترسيخ مبادئ وثوابت حقوق الإنسان. لكن على مدى 9 سنوات الماضية، لما نيجي نبص على خريطة مصر والخطوات الأساسية لتحقيق وتأكيد مبادئ حقوق الإنسان، هتكتشف أنك أنت على الأقل عندك مش أقل من 20 ملف أو 20 مجال قدرت تحقق فيهم مبدأ حقوق الإنسان. رقم واحد، أنك أنت النهاردة قدرت أولاً قدرت تعمل استراتيجية، ولأول مرة في تاريخ العالم وأنا بقولها وأنا مسؤول عنها، إن في دولة تحط لنفسها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تلزم نفسها بتنفيذها إلى المدة معينة وهي 5 سنوات. هذه الاستراتيجية حطت المبادئ الأساسية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، سواء الحقوق الصحية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق التعليمية، الحقوق السياسية، الحقوق الإنسانية، تضمنتها هذه الاستراتيجية، والدولة أول دولة تلزم نفسها أنها في خلال 5 سنين تكون بتنفذ هذه الاستراتيجية. دي واحد. اثنين، أن مصر وضعت تعريف خاص لحقوق الإنسان، تعريف مصري، وأنا بعتبره تعريف مصري يمكن أن يعتبر سقط مصري في حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان مش زي ما البعض تخيل أنها مجرد حقوق سياسية، أنك حقك في التعبير وحقك في حرية الرأي، طبعا دي حقوق كلنا نحترمها، لكن أهم من ده حقك في الحياة، حقك في حياة كريمة، حقك في أنك تجد سكن مناسب، سكن يليق بكرامة الإنسان، أنك تلاقي تعليم يناسب يناسبك ويليق بك، أنك تلاقي طرق، أنك تلاقي رعاية صحية. وبالتالي المفهوم المصري الشامل لحقوق الإنسان تحقق على مستوى الصحة. شفنا أكثر من 18 مبادرة رئيسية اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفها الاساسي حمايه حق الانسان المصري في الحياه والرعايه الصحيه الانسانيه، سواء واهمها مبادره 100 مليون صحه ومبادره مكافحه فيروس سي اللي كان بينهش اجساد المصريين وبيقضي على حياه مئات الالاف المصريين. انت قدرت خلال هذه السنوات انك انت تعالج اكثر من 2.5 مليون،
وانك تصل بخدمات هذه المبادره لاكثر من 5 مليون مصري بالاضافه ل 100 مليون صح. لما اروح لملف تاني ملف السجون اللي كان الملفات الشائكه والملفات اللي فيه مشاكل كتير جدا، انت مش بس غيرت فكره السجون، انت غيرت فكره الفلسفه العقابيه نفسها، انت خليت السجون حولتها لمراكز تاهيل والسجين بقى اسمه نزيل، ما بقاش مهمتك فقط انك تعاقبه وانك انت تنفذ فيه العقوبه، لا ده انت بتاهله كمان لما بعد الحياه، انك انت تاهله وانك انت تحاول تطور في شخصيته وتحاول تغير شخصيه الاجرام الموجوده فيه، انك تحول هذه السجون الى مراكز تؤهل هؤلاء البشر او النزلاء الى ما بعد قضاء فتره العقوبه. اذا في رقم ثلاثة، رقم ثلاثة لما تروح لناحية التعليم، مستوى الإتاحة اللي موجود في التعليم ومستوى ما تم إنفاقه من مليارات على إتاحة التعليم وتطوير التعليم، ده جزء أيضا من حقوق الإنسان. تذهب إلى ملف آخر، ملف الغارمات، وأنا معلش أنا برجع تاني لموضوع السجون. النهاردة الغارمات ده كان ملف في منتهى الخطورة، أكثر من 20,000 غارم وغارمة تم الإفراج عنهم خلال السنوات الماضية. تخيل أكثر من 20,000 أسرة كان معيل هذه الأسرة سواء الرجل أو السيدة كانوا في السجون نتيجة ظروف اقتصادية. أنت قدرت أنك أنت تعمل مبادرة رئاسية تخلص هؤلاء من السجن وتخرجهم وتعيدهم إلى بيوتهم مرة أخرى عشان يبدأوا حياتهم وتحفظ حياة هذه الأسرة. لما تجد أيضا تذهب إلى مناطق، يعني أنا بتكلم هنا في ملفات عديدة من ملفات حقوق الإنسان، لما تتكلم النهاردة مثلا على مبادرة حياة كريمة اللي بتخدم 60 مليون مواطن مصري على في الريف المصري، هذه المبادرة معناها كلمة حياة كريمة نفسها ده حق أساسي من حقوق الإنسان، إنك أنت تعيش حياة تجد خدماتك موجودة جنبك، تجد المستوى الاجتماعي اللي أنت عايش فيه سواء بيتك، بعض آلاف بل مئات الآلاف الأسر كانت بتسكن بيوت ملهاش سقف، وبيوت ما فيهاش مية، بيوت ما فيهاش كهرباء. مبادرة حياة كريمة اللي بتصل تكلفتها لأكثر من تريليون جنيه وصلت إلى هذه البيوت وطورتها وسقفت البيوت وأعادت بناء بيوت أخرى، وفرت الخدمات الحكومية للمواطن اللي في الريف بجانبه بحيث إن هم ما يكونش لمجرد إنه بيسكن في قرية يكون في تمييز بينه وبين اللي بيسكن المدينة، لا، الخدمات اللي موجودة في القرية تبقى زي الخدمات اللي موجودة في المدينة، لأن المواطن المصري بيسكن القرية ومن حقه إنه يستمتع بكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة، وهذا أيضا جزء أصيل من حقوق الإنسان اللي رعتها الدولة. إذا أنا بتكلم على ملفات أساسية تخص حياة الإنسان، نيجي أيضا على مستوى الفئات المهمشة. المرأة كانت مهدرة كثير من حقوقها، حقوق خفيف، إنها تتقلد وظائف معينة، إنها تدخل مجالات معينة، إنها تحصل على حقوقها السياسية، هذا كان أيضا مشكلة من مشاكل حقوق الإنسان المصرية. استطعنا خلال التسع سنوات الماضية إن إحنا نعيد المرأة ونعيد الاهتمام بالمرأة ونمكن المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. أيضا ذوي الهمة، مين كان بيهتم بذوي الهمة؟ مين كان حاططهم على جدول أولوياته؟ النهارده بنلاقي رئيس الدولة في يوم سنويا بيحتفل بذوي الهمم وبيوصفهم وبيتناقش معاهم كل مطالبهم. أكثر من 15 إجراء تم اتخاذه من أجل دعم ذوي الهمم وتمكينهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم. لما نروح أيضا زي تكافل وكرامة، هذه المبادرة الابتكار المصري، إنك أنت كان في أسر على مستوى جمهورية الريف ما كانش بيدخل جيبها جنيه واحد الا اذا مدوا ايديهم للناس عشان يعني يطلبوا من الناس انهم يساعدوه، لا، الدوله قالت لا مش هسمح لمواطن انه يمد ايديه. اكثر من 5 مليون اسره النهارده برنامج او مبادره تكافل وكرامه بتوفر لهم دخل شهري ثابت مشروط عشان دعمهم كمان. هذا البرنامج كفل حياه كريمه وحياه انسانيه لهذه الملايين من الاسر. اذا يمكن اكون طولت على حضرتك، انا اسف، لكن هذا جزء من خريطه حقوق الانسان التي تحققت على مدى التسع سنوات الماضيه. اشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض الوافي، الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور، كنت معي هاتفيا من القاهره. دلوقتي خلونا نروح نشوف العرض المعلوماتي التالي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أيضا معنا هاتفيا الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم أو أستاذ عزت إبراهيم، متحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عزت. أهلا بحضرتك، كل سنة والشعب المصري كله طيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو. كل سنة وحضرتك طيب، ويعني أنت معني بحكم الاختصاص أن تحدثنا الآن عن أبرز ما تحقق من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان منذ 30 من يونيو حتى الآن. نعم، يعني أعتقد أنه ثورة 30 يونيو جاءت معبرة عن غضب الشعب المصري من تعرض الدولة الوطنية ودولة المواطنة التي تجمع كل المصريين تحت لوائها لخطر شديد في ظل سياسات جماعة الإخوان التي لم تكن ترى المواطنة الكاملة والحقوق غير المنقوصة يمكن تحقيقها إلا لمن ينتمي إلى الجماعة فكريا وعقائديا، فضلا عن فشل سياسات إدارة الدولة. الأمر الآخر الاعتداء على المؤسسات الدستورية وحقوق الأقليات وتهميش دور المرأة والأقباط كان قد بدأ يأخذ توجهات عنيفة وصادمة تخرج عن أبسط مبادئ الحقوق الإنسان المتساوية لجميع المواطنين، وحتى خرجت عن مبادئ الدستور الذي صاغته الجماعة على مقاس أفكارها في هذا التوقيت. الكثير من ممارسات الإخوان كما نعلم كانت تشكل خروجا صارخا على المبادئ والأعراف الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والإعلام العالمي لحقوق الإنسان، واللي الجماعة سعت من خلاله إلى من خلال هذه السياسات إلى صياغة إطار لما يمكن اعتباره دولة دينية في هذا الوقت وصلت إليها عن طريق الانتخابات، ولم تلتفت إلى شكاوى التيارات المتنوعة في المجتمع المصري اللي شعرت بتهديد كبير من الممارسات السياسية والتمييزية للتنظيم اللي بدأ خطة التسلل لمفاصل الدولة. أنا بقول هذه الخلفية من أجل أن يكون لدينا حتى عندما نتحدث عن الكثير من المكتسبات والمنجزات التي حصلت في السنوات العشر الأخيرة حول تحصين وحماية الدولة المدنية من هذه التيارات وكيفية أنه البدء منظومة جديدة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، أنه المنهج الجديد قام على مبادئ العالمية المستقرة لحقوق الشاملة، وكانت السلطة السياسية على وعي بهذا الأمر، ولابد أن يكون هناك عدم وجود أي منهج انتقائي في التعامل مع هذه الحقوق. الدرس الأهم أعتقد أنه في 30 يونيو أن المصريين الشعب المصري لا يمكن أن تخدعه شعارات تجارة الدين، ويعرفوا جيدا قدر وطنهم، وأنه بيستوعبوا أنه استيعاب الجميع دون تفرقة، وأنه لا يمكن لجماعة أن تسيطر عليه أو توظفه لصالحها. بالتالي ثورة 30/6 قدمت لنا دستور جديد اعترف بحقوق المواطنين وضمانة كفالة هذه الحقوق، وهذه نقطة هامة جدا أنه بعد 10 سنوات اليوم بنجد هناك تقدم في عدد كبير من الملفات، وهناك ملفات يجري العمل على تطويرها، وهذا أمر طبيعي في المجتمعات اللي بتمر بمراحل تحول. لا نستطيع أن نقول أن احنا أنجزنا كل هذه الأمور بشكل كامل، ولكن طبيعة ملفات حقوق الإنسان على مدار في كل المجتمعات وعلى مدار الأزمنة بنجد أنها دائما هي ملفات قابلة للتطور وقابلة لاستيعاب أفكار جديدة وتتعرض أيضا لإخفاقات. أعتقد أنه أهم المنجزات في العشر سنوات الماضية هي أنه لما أشرت حضرتك في تقديم هذه الفقرة أنه مسألة أنه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالقاطع كانت الهدف الأساسي منها هو توفير حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في الدستور المصري ووفقا للالتزامات الدولية، وكان ده يتحقق الآن من خلال 4 محاور أساسية: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولدينا أيضا محور حقوق المرأة والطفل والشباب ومحور التثقيف وبناء القدرات.
الاستراتيجية أعتقد أنها وضعت مجموعة من التحديات الأساسية التي نعمل على أن نكون حتى في مجال عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يكون طرفا أصيلا في مسألة أنه تطوير هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية على كافة المستويات وخصوصا على مستوى السلطة التنفيذية المنوط بها أن تحرص تقدما في هذا الملف. أعتقد أنه من أهم المكتسبات أيضا إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، وهو الذي بالتأكيد سيكون له انعكاس كبير على مناخ الاستثمار ومناخ التنمية في مصر. الأمر الثالث هي بالقطع إطلاق برنامج حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، كان له دور، وأيضا توسيع برنامج حياة كريمة منذ حوالي 3 أعوام لتشمل تطوير الريف المصري بضخ عشرات ومئات الملايين من الجنيهات في هذه الاستثمارات. وبالتأكيد أنه من ضمن هذه المكتسبات أن احنا عندنا مجلس قومي لحقوق الإنسان اليوم بيضم في تشكيلته 44% من النساء العضوات في التشكيل الجديد للمجلس في عام 2021. تمكين المرأة أيضا من خلال التشريعات والقوانين، وعندنا مسألة ان احنا في الان 8 وزيرات في مناصب وزارية، ونسبة تمثيل المرأة في البرلمان وفي القضاء ايضا اصبح لدينا ما يقرب من 100 قاضية. هذه كلها اعتقد انها بالاضافة الى امور اخرى تعتبر انجازات كبيرة. اعتقد انه ما يجري اليوم في الحوار الوطني وخصوصا الحوار والمشاركة البناءة من كافة الاتجاهات حوالين الملف الحقوقي أعتقد أنه مسألة هامة جدا. بالتأكيد لدينا هناك لازالت التحديات الموجودة في الاستراتيجية الوطنية تمثل هدف رئيسي نسعى إلى الوصول إليه من خلال مثلما أشار السيد الرئيس منذ أيام إلى ضرورة أن ترفع هذه المقترحات بقوانين إلى البرلمان، خاصة ما يتعلق بمفوضية مكافحة التمييز وقانون الحق في تداول المعلومات. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. تعد مبادرة حياة كريمة إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان، حيث تقدم المبادرة خدمتها لنحو 58 مليون مواطن باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه. العرض التالي تقدمه لنا الزميلة لما جبريل يحمل المزيد. أهلا بحضراتكم. بهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير تنمية مستدامة في محافظات مصر المختلفة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في عام 2019، والتي تعد أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان. ومن هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة لتقدم خدمتها لنحو 58 مليون شخص باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه، وبهدف توحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تجتمع للمرة الأولى على مستوى العمل العام أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة لتكون نبراساً يحتذى به في مجال العمل التطوعي. المبادرة الرئاسية تستهدف بشكل عام التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق غير الآمنة في الحضر، مع تنفيذ تنمية شاملة للتجمعات بهدف القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل لدعم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، فضلا عن إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على 3 مراحل. تضمنت المرحلة الأولى منها القرى ذات نسب الفقر من مستوى 70% فأكثر وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. أما المرحلة الثانية فتضمنت القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. بينما شملت المرحلة الثالثة من المبادرة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت تطوير 377 قرية في 11 محافظة، وذلك لمواجهة تحديات ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس، بجانب الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية ومعالجة سوء أحوال شبكات الطرق. وفي يونيو 2022 أعلنت الحكومة الانتهاء من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات، وأقل من 70% في 5 محافظات. كما تم تنفيذ نحو 13,000 مشروع ضمن المبادرة حتى يونيو 2022، وجاري استكمال قرابة 12,000 مشروع حاليا من خلال توفير سكن كريم ورفع كفاءة المنازل مع بناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجا ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل وغيرها من المشروعات التنموية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أهم المحاور التي تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ إطلاقها في عام 2019. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. لا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها. فالحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية، بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق تليها مصر أولوية كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتزاما ببنود الدستور التي تعد أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة ألا تثنين التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا. المزيد بينضم لنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمود. وحضرتك طيب وكل المصريين بخير وسلام يا رب. برحب بحضرتك، وكلمنا عن ما رأيته من إنجازات لحقوق الإنسان خلال الأعوام العشرة الماضية. بالتأكيد احنا قدام إنجازات كبيرة وكثيرة في هذا الملف تحديدا، اللي ربما شهد تطور لافت جدا بعد ثورة 30 يونيو اللي هي كانت بالأساس قائمة على خروج المصريين بشكل عفوي وطوعي ضد التمييز واحتكار السلطة اللي كان بيمارسه التنظيم الإرهابي في ذلك التوقيت، واللي كان في محاولة لاختطاف مصر واختطاف تجربتها في التعايش وتجربتها الطويلة في يعني إنهاء الفوارق ما بين الطبقات. في الحقيقة منذ قدوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك اهتمام كبير جدا بقضايا حقوق الإنسان، توجد في النهاية بصدور السجلة الوطنية حقوق الإنسان اللي حددت ملامح وشكل المسار الخاص بحقوق الإنسان خلال السنوات القادمة، وده بيدي يعني بيدينا مؤشر مهم جدا لأي مدى هناك اهتمام بقضايا حقوق الإنسان واهتمام بأنه لا تكون مجرد شعارات ولكن أفعال موجودة على الأرض. وده نابع من أنه مصر لديها تفسير خاص وتفسير مهم جدا ليه علاقة بأنه الإعلان عن حقوق الإنسان والتعهدات الدولية المصرية تقوم بتنفيذها مصر وفق احتياجات وأولويات الشعب المصري. ودي مسألة متعارف عليها، لأنه في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان هناك الشعوب تضع أولوياتها، والأولويات في مصر كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون اغفال الحقوق المدنيه والسياسيه، واللي ربما نقدر نقول انه يعني على راس الحقوق المدنيه والسياسيه
الحوار الوطني الذي يتم الآن في مصر، واللي فيه بتشارك كل القوى السياسية بشكل حر ومنفرد، وكل القوى السياسية بتقول رأيها بشكل يعني فيه دعم لهذا المسار اللي فيه التوافق هو الأساس في التعامل بين كل القوى السياسية. الآلية الثانية وهو آلية العفو الرئاسي، وربما يعني هناك نجاحات كبيرة وكثيرة، وتتالي هذه القوائم بيدي مؤشر لأي مدى في تفهم من القيادة السياسية ووعي سياسي كبير أنه يجب احتواء الجميع، وأنه من لم يتورط في أعمال عنف لديه فرصة مرة أخرى للحياة في المجتمع المصري والاندماج مرة أخرى. وهنا أشير لتجربة مهمة جدا لإعادة الدمج والتأهيل بتقوم بيها تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، والربما كانت نتاج لحوار تم ما بين التنسيق وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان في اهتمام بالمطالبة بأنه إعادة الإدماج والتأهيل. دي مسألة مهمة جدا بتضع يعني على عاتق القوى السياسية والمجتمع المدني والدولة المصرية أهمية كبيرة لإعادة دمج مرة أخرى الخارجين بهذا العفو الرئاسي. نعم. على مستوى الحقوق المدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إحنا لدينا مشروع مهم هو حياة كريمة. وهنا مش بتكلم بس على المشروعات المهمة التي تقوم بها والبنية الأساسية في المناطق اللي كانت محرومة، لكن عايز أشير إلى أنه هذا يعني هناك أساس حقوقي لهذا المشروع الكبير مبني على أنه مصر تتخلص من التهميش في التنمية واللي كانت بتتعرض ليه مناطق كبيرة. هو أن تصل التنمية لقلب كل قرية في ربوع مصر. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر لحضرتك أستاذ محمود لانتهاء وقت هذه التغطية. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معي هاتفيا من القاهرة. وبمداخلة الأستاذ محمود بنصل مع حضراتكم لختام هذه التغطية، تقبلوا تحيات فريق عملها، وهذه تحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمات وبركات، وأضحاكم مبارك.